الآن وحصرياً في استديوهات أهم سفر لكل جديد في عالم الصوتيات، جديد الزفات والشيلات، شيلات القناة، أرحب يا أم خالد يا الأصيلة، أرحب يا أم خالد يا الأصيلة، أرحب يا أم الوصوف اليعربية، اشمخي والساس عزك والقبيلة، اشمخي والساس عزك والقبيلة، وارقصي على اللحون السامرية. شعر تحتار الكتابة، حطي أحمد في عينك أحلى عهود، حطي أحمد في عينك أحلى عهود، وانثر بقلبك لها ورد وزهور، عهود الشيخ منبع القلب وسروره، عهود شيخ منبع القلب وسروره، والله ما في مثلها بين الحضور، والختام الله يجعلها السعادة، فالكم وفرحكم طول زماني، والختام الله يجعلها السعادة، فالكم وفرحكم اشمخي والساس عزك والقبيلة، اشمخي والساس عزك والقبيلة، وارقصي على اللحون السامرية. أم خالد بنت وافين الخصالي، يا قناة الروح يا بنت الرجال، يا عسى الفرحة لك بكل الليالي، وسعد فلك ولا تبقي مثيله، والعروس زين عهودا تغنى، والعروس زين عهودا تغنى، ارقصت كلها ترى زن وفن، يا عروس الحفل يا عنق الغزالي، يا عروس الحفل يا عنق الغزالي، انت يا اخت القمر ملك مثالي، رحبت ام خالد باحلى الليالي، بالضيوف وقالت بعب الجزالي، يا هلا يا مرحبا مليون والله، ارحبوا وقدركم عالراس عالي، آل حرب العز وزحول الرجالي، آل حرب العز وزحول الرجالي، هم هل الفزعة وهل ساس ومهابة، ساسهم معروفهم روس الطوالي، ساسهم معروفهم روس الطوالي، لا كتبت الشعر تحتار الكتابة، حطي أحمد في عينك أحلى عهود، حطي أحمد في عينك أحلى عهود، وانثر بقلبك لها ورد وزهور، عهود الشيخ منبع القلب وسروره، عهود شيخ منبع القلب وسروره، والله ما في مثلها بين الحضور، والختام الله يجعلها السعادة، فالكم وفرحكم طول زماني، والختام